إيمانا منه بأهمية التواصل مع موظفين الشركة، خاصة الناس اللي هم يشتغلون داخل المطاعم، داخل المصانع، اللي يتعاملون مع الزباين وغيره. عملنا بشكل دوري، وبشكل دوري راح تكون إن شاء الله دائما تواصل ما بين الإكزيكتيفز اللي موجودين بالشركة، من رؤساء تنفيذيين، من مديرين إدارات، مع إخواننا وزملائنا في العمل اللي هم نسميهم الصف الأول، وذلك لضرورة التعرف عليهم أكثر، مش بالعمل، خارج العمل، تعرف على المصاعب اللي تواجههم، شنو هواياتهم، شنو يحبون، من وين، متزوجين، مو متزوجين، يعني نتعرف يكون عندنا معلومات أكثر عنهم، ونقرب المسافات فيما بين الإدارة العليا والمجموعة هذه. طبعاً الناس اللي احنا نقعد وياهم هم المتميزين، ما أعتقد بيكون بمقدورنا إن احنا ناخذ مثل الاجتماعات هذه ل 2500 موظف.